الو بونجور. اي نعم مسيو، نحن اللي منظمين المهرجان، اهلا وسهلا. لا ما عندي بطاقات 20,000 بقى، لانه كلهم راحوا اساسا. شو بدك فيهم بطاقات 20,000؟ ما بتشوف شي يعني، بتقعد ورا حد الحمامات. ايه وقدام ما عندي اساسا، مش حلوين قدام يعني، لانه بدك تعلي رقبتك هيك ما بتشوف شي كمان. ايه ال50,000 عندي 50,000. آه لا 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 لا، بدك تدفع مسيو، ولا ما فيني احجز لك اساسا، ما بقى عندي كتير بطاقات. ايه تتصل فيي بترجع تكرم عينك. آه وين بننظمها عادة؟ على طول. ما بتعرف. طيب اول ما توصل على ارمية برحشتا ترحب بكم، بتعد 5 زبالات. ايه من بعدها في زبالتين، زبالة بالعرض، الوحيد اللي بالعرض يعني اخذ كل الطريق، والزبالة اللي بعدها فيها كيس حمر، الوحيد اللي فيها كيس حمر. ايه ايه من بعدها بتفوت على اليمين، من بعد هيدا تبع الاكياس الحمر، بيطلع بوجهك زبالة كبيرة وعالية بتصف هونيك. ايه هلا اذا بدك بتبرم البرمة بتفوت على المدرج، او بتطلع على الزبالة بتوصل دغري عليه. ايه فيك تعربش عليها هيك اسرع. اوكي. ايه جايين وائل واليسا ونانسي، كل نجوم البلد جايين يضووا زبالتنا، قصدي منطقتنا. سوري. ايه بدنا نولع. اوكي نطرق اتصالك. ميسي زبالتنا.